هلو، اليوم الفيديو حيكون عن الحلويات بمدينة السليمانية. شوف الفيديو للأخير. النوع من الحلو معروف اسمه لبزينة، فوق دارسين. شنو المكونات كاكي؟ لبزينة هاي دارسين شو اسمه؟ بلي طحين ويخلون هم عطر ما يسمونه. ايه وهم دارسين يعطروها مواد عطرية. ايه اوكي، يعني هي صاحت كم سنة هالأكلة؟ يعني نواية 25 سنة هاي يشتغل ما شاء الله. طيبة يعني طعمها أول مرة، يعني طعمها غريب عني، بس الدارسين أكثر شيء طاغة، شوية دسمة شوية حلوة. طبعا هاي نوعية محلبي وعلي شعرية، ما اعرف شنو بعد فيه، بس اجربه واقول. طبعا بيه طعم ورد، بس هاي يعني كأكلة صيفية كلش طيبة. جواز أيضا خالين ويا شعرية. نعمل شو عصير الزبيب. طبعا هذا مال واحد محتار، وبالصيف يشربه وبالشتاء لأن كل شيء برد. البقلاوة معروفة بالسليمانية، هذا الأخضر مو فستق حلبي، هذا غازو يسموه. ف خلنا أجربها وأشوف. خلون ببهارات حليب اللون بس لون اشقر. اي لو زينه هاي. لا لا مو لا شنو هل لون 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 عتاب بس لونه حليب. إذا عجبكم الفيديو سووا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. وباي باي.